إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شويستكان من في خوازاني زانست الشرعي، بارك الله فيكم وأيدكم بنصره. لواني رابردو ما ناواني هشتاونو بفضل الله وبنه وكرمه. باسي أومان كرك في شوامان أبي شجاعي أصفهاني رحمه الله رحمة واسعة فرموي يكساني لدى بشكردني ما نوى لنيوان جنا كان واجبا. وهروها باسي أومان كرت كأجر كسي جنيكي نوي هنا أو جنا نوي كجبو أو حوش أو حورج للاي أمينيتها، بلا ما قربي وجنبو سيش أو سيرج للاي أمينيتها. وهروها باسي أومان كرت أجر آفرتي ناشي زبو واتم الندرو بيميلو سرفيشي كاري ميردبو أو بجوري أو هالسكوتي لقلقك كالشرعي فاكو بيروز إسلام بويداناوة. إن شاء الله لمواني من داواني نوت لرون كرنوي مثنكي بشوامان أبي شجاعي أصفهاني رحمه الله، وأروها فرتوك فيما مصطامان مصطفى ديب البغى كفر التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب. بشوامان رحمه الله رحمة واسعة أبي شجاع أفرمين فصل واتبشك جاء لناو كتاب النكاح بابتكان هر يكيان باس اشتيك اكا بون منا اوي كيما استل خدمتي داين كافرمي فصل افرمي والخلع خلع كاتما بابتكي نوية بلام لبر اوي لتوار كوي كتاب النكاح باس اكري لناو اويادا دان راو زانايان لو شوينا باس اكن افرمي والخلع جائز على عوض معلوم. والخلع خلع براشيرين كان من واتدع مالين واتدع كندن توكاتك علي من فوشاك كم دا كنت دلي خلعت ثيابي واتا فوشاك كم دا كنت خلع واتا دا مالين دا كندن بويا ما مصطامان مصطفى الديب البغى أفرمي هو في اللغة النزع خلع لزمانوانية بريتيا لدا كندنو دامارين سمي بذلك لأن كلا من الزوجين كاللباس للآخر أو ناوي لنراوة ناوي بونراوة لبرأوي هريك لجنوبياو وكو بوشاك واي بو يكتر واتا بياو بوشاك بو جن جنش بوشاك بو بياو يستره داي بوشي ويعصمه اي باريزي من الوقوع في الفاحشة لكوتناو فاحشة فاحشة واتا كاري بد خراب كواتا بياو جن بو يك بوشاكن ام بوشاك مروب اباريزي وكو تون بوشاك تو اباريزي لا تشكي خوري قرم هروها لسرما آواء أو بياواء بهوي آفرتكيوة تارزراوة آفرتكيش بهوي بياواكيوة تارزراوة بوي أفرمي لأن كلا من الزوجين كاللباس للآخر وكو بوشاقوان بويك دي يستره ويعصمه من الوقوع في الفاحشة داية بوشي أي تارزي لكوتنناو فاحشة فنا أقرم بخوال فاحشة. قال تعالى خواي قورا أفرمي جل جلاله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن واتأوان كين آفرتان لباس لكم بوشاك بو إيوة وأنتم لباس لهن وإيوش بوشاك بو أوان كواتا هر دولاتان يكتري داء بوشن. سورة بقرة آيات صدو هشتاو حود. فكأن كل واحد منهما نزع لباسه وخلعه عنه بمفارقته للآخر أفرمي هر وكو بلي هر يكلو دوانه واتل جنوبيو
نزع لباسه بوشاككي دا كندوا وخلعه داي مالي ولا خوي بشي وخلعه عنه داي مالي ولا خوي بمفارقته للآخر بجيابون ويلي يكتر واتاقر آفرت داوي خلع أكا بياوكيش طلاقي أدا أم دوانا ليكدي جيابون و لدواي أو أو جنة نابتة بوشاك بو أو بياوة أو بياوة جنة نابتة بوشاك بو أو آفرتو بو أو جنة وهو في الشرع أو للغاية خلع لشرع باكو بيروزي إسلاما فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع بجهة الزوج أو في ناسكيتي أفرمي بريتيا لجيابون وجدابون و لنيوان جنوبياوة بعوض مقصود ببريتيكي مبست ليدراو يعني أوشتيك أدريتاوة دبي مبستها به تو بچي خود لو بياوة رزقاركي ألي با بانزا مثقال آلتون عيارة بستو يك كواتا عوضا كواتا بريتيكا مقصود ديارة أشكراية مبستيكي روني لفشتوية راجع لجهة الزوجي أقريتا وبولايني بياوك كواتا لخلعا أفرت شد أدابا بياو بلام لطلاقا بياو شد أدابا أفرت أو فرقا كيانا آقا داربن باش أبرا عزيزة كاني من فرخوازاني زانستي شرعي بلفظ طلاق إتر بدر برينو ببيجي طلاق بي أو خلع يا دامالينو دا كندن بي كاتا بياوكا لفظ طلاق بكار بيني ياخذ لفظ خلع بكار بيني كشمان نية كشمان لدر بريني زارا وكان نية قرن ما بستك أويا كآفرت لبرامبل شتيكي دياري كراوا خوي لو بياوة نجات أدا كما لو قال لها هروكو بياوك بآفرتك بلي خالعتك على كذا واتتهم لخون دامالي لسر أوا لسر كي لسر أويك أو آفرت بيدابو بياوة أو طلقتك على كذا واتطلاقي توم دا لسر أوشتا لسر كامشتا أوشتا كدياري كراو دبي آفرتك بيدابا بياوك فقالت قبلت آفرتك بلي ورازي بوم تواو بابتك دا أمزري واشتكرون بيسو أعم بابة في ألن في في ألن خلع للشريعة باكو في روزي إسلام براق وشويستكاني من في شوامة نفرمي رحمه الله والخلع جائز خلع دروستة فاتشتيك حرام نية على عوض معلوم لسر بريتيكي زانراو واتدبت أوشتيك آفرتك دياري أكابو أو بياوة لبرامبر أوي أو بياوة وازدم آفرت بينيو ريغي خوي بقريتا بر أبي أوشتي آفرتك إيدات دياري كراو بي شي أديتي ألي بونمونة ده مثقال عيارة بستويك ألتون باشا ياخد ألي 5 مليون ديناري عراقي ياخد ألي 50 ورقة لقلاي أمريكي واتا 50 ورقي دولاري أمريكي رونا برا شيرينة كيمن أبي عوضك تي بي عوض يعني تي بريتي أبي معلوم بي زان راو بي ما مستامى مصطفى أفرمي دل على ذلك أوي بلغي لسر أوا قوله تعالى فرما يشتكي فروردقاري مزن معنا جل جلاله كفرميتي ولا يحل لكم حلال نيبو إيوة مسلمان أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كوري بقرن لوي كبيتان داوة بخيزانة كانتان هيتشتك دروزنية هيتشتك لخيزانة كانتان ور بقرن إلا مقر أي خاف أن لا يقيم حدود الله مقر أودوانا بترسن كنتوانا سنوري فروردقاري منزن بفارزن اقر او الرؤية طلاق من هي خلع من هي فسخ من هي تيقشتي اقر او نكرا
جنوبيا وكان يانتواني سنورا كاني فالوردقاري مزن بباريزن حل هي حل هل أبجدريت فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أجر ترسان عمل يردعها بيجك درباري كيا درباري أو كسانيك حكما بون من حكمي للاين أفرتك حكمي للاين بياوك كومالي رشتبي كومالي كس كومالي معمصة شارزا كوتونة أم بينه بو أو أم جنوبيا وريك خانو سودي نبو فإن خفتم أجر ترسي أوتان بو ألا يقيم حدود الله أو دوانة حدودي فروردقاري مزن لبرشاو نقرنو تيروينكا فلا جناح عليهما فيما افتدت به أواهيج جناحني لسر أو جنوب ياوا لبرامبر أوي آفرتك شتيك أداب بياوك جياب ابنه ولي يكتر رونة واتل إستايا لم بارودو خيا لم حالتيا جنوب ياوا يكتها يا بيكونا ينكرين هر چندك ومالك اسكوتو تبين يان بلام امدوان سور لسر اوي ليك دي جاب ابنوا واتا آفرتك السور لفياوك جابيتو بو يخل عيبي ألن لوانيش فياوك ما بستي بي بلام ام فياوة فياوي تنان زيبو درندية امن دا ازاري خيزانك ادا تانا چاريكا بويك داوي چيبكا خلع اوش من هي باش سورة بقرة آيات 229 باشا ليرا باسي ترس كراوة ما مصطام عن أفرمي وذكر الخوف في الآية جري على الغالب وليس بشرط أفرمي باس كردني ترس لآيتك يا وكل رويشتنا لسر زورين وباو مرجني إلا أبي ترس هبي جاري واهي ترزنيو أفرتك هر خوي داواك هر خوي داواك على من نامي لقلو فيا ويابم أما خلع حوض جرم أو كاتا نالي إلا بخوف هبه وخوف مرجع بوكو باس كردني خوف آلويا وكو باس كردني اشتبع وكانو بزوري وايه شنك برا عزيزة كاني من زور جار خلع لخوراناية كايوا بوكو كيشيكو ملايتي ليدان هبوا تندو تيجي هبوا أو جاءو آفرت داوي خلعكا كم هي افراد لخورا داوي جابونا وكا الا هو كاريك هي ابو اويك او جابونا و روبدات افرمي اذ الغالب بزوري ان يحصل الخلع حال النزاع افرمي بزوري وايه كخلع رؤدا لحالتي ناكوكيا ناكوكي لبيني كيوكيا ناكوكي لبيني جنوبيا كناكوكي لبيني جنوبيا وابو آفرتك أشو سين رايوا أم آفرت هيج حالتك نبو هاناي بو بباتو خويلي ودرباز بكا تنا أباتا برخلع الله با من مالكم تياشي بل رزقارم بي عالم دي وزمه بل رزقارم بي عالم فيا وستمكاره بل رزقارم بي عالم كسيك من أشو سين يتوا كيشمنية هرشي بلن من أي دم بلا بارزقارم بديت رونا براشيرينا كيمن كواتا أمل يردا خلعك آفرتك داوائك لبرامبر بريتيكي زنزاوة وكذلك إذا جاز حال الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال أفرمي بهمان شيوة أجر دروز به لحالتي ترسا أو آفرتا ناشارة بو سرب كردنو خرج كردني مالي جرفاني خوي فلئن يجوز في حال الرضا او لا افرمي خو اگر هاتو لحالتي الرضا من ديا داواي او ابكا كخلع هل ابجيري لبرامبر اوي كمالك لجرفاني خوم ادم بو بياوة اما لبرتر ابو اوي كدروسته رونة واتجاري واهي خوف هر لكايانية بلان ام بياوة لدلي ام افرتيان نيم افرتك بواوي توشي قناهي قورا نبي شنك فناء اقرم بخوا اقر بيتو او بياوة لدلي او افرتان نبي سرجي في خوج نبي معاشري في خوج نبي لواني ام افرتا بنهيني
پناه بباتا بر زینا کسیش بی نزانه بو خوک زنیه بلای بوا بجن باش منالی هیا اگر بیتو لخوانه ترسه آوه کی تریش کات خوی واتا زینا یک بکا منالی کی دی که دروز ببی کی علی اما منالی پیاوکی خوی نیه زور بدگ منم بزان ره برا شیری نکی من جا ام شریعت پاکو پیروزی اسلام بوی امیدانا وکا او حالتان رونه یا کشه کوملایتی لناو کوملگایا هر زو بندرکریز چک لاینی زینه لاینی فاحشه لاینی داوین پی سی دبی بندرکری بچی بوی که ام جنوبیاو بیکو نایان کری شریعت ریگ چاری داناو بو قرسی بکین چار سرکا هلما بجیرین حالی بجیری باشتره أفرمي وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بخاري نجيب رحمه الله لابن عباس ورضي خوال خيوباوكي به أفرمي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفرمي خيزانكي ثابت كري قيس هاو بولاي في غمري سرورمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموي أفرتكوتي يا رسول الله اي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت بن قيس ثابت كري قيس كم يردي منه ما اعتب عليه في خلق من رخني لينا اقرم لويك رخنا مهبي للروشتي دا الروشتي برز الجوانة ولا دين رخني شملني لي لديني كبلم ديني وايا وايا ولكني بلا من أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أكره الكفر في الإسلام فرمي أترسم توشي كفرانة ببم لإسلام يعني وكو أويك من نار زايتي در ببرم أما بيوتري كفري نعمت بياو بوجن نعمتا أقر تحقي أم نعمتا ندي أما كفري نعمتا أفرمي بو أوي أم حالة دوچار نبي توشي أم حالة نبم أما بيلم بياو جيابمو أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين عليه حديقته آي أو باغتشي كأو بياوة كرجوتي بماريتو آمادي بوي بجيريتو كاتبه كي شد بابتي جنكا شد بابا بياوة قالت نعم وتبضع في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه با بياوكي فرمو كناوي ثابت بو فرموي باختك كعافرتك أي جريت وبوت ورقر ورازيبة طلاقك با طلاقك با كاتب ما لا يكدي جيابونا ولا دواي او ام عافرت ابيت عافرت كي بيغان يك حيض اشوا بويه شو كاتوا شنو كما خلعه جيواز لطلاق لطلاق شادين سربا سكاني طلاق بفراواني وبوردي بو اوي فيرخواز زانت الشرعي بباشي لشريعه باكو فيروزي اسلام تيبقى فرموي ب باختك الرازي بك بودا جرتو طلاق جيبا بخاري روايتي كردوه رحمه الله كأفرمي امرأة ثابت خزانك ثابت ناوي تشيبو واسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ناوي جميلي كشي عبد الله كري أبي كري سلول بو خوتان زان عبد الله كري أبي كري سلول كيبو كأفرمي ما أعتب عليه يعني لا أعيبه ولا ألومه نا عيب داري أكم نلو ميشي أكم بز لظلمنا زينا بيتا وأمتعوا أكره الكفر كوتي أكره الكفر أي أن أقع في أسباب الكفر فرمي أترسم لوي بكو من ناو هو كاركاني بيباوري من سوء العشرة لخرافي ما مضاكر ذن لقل ميردا كم دا مع الزوجي لقل ميردا أترسم بكو ما هو كاركاني بيباوري بيباوري كفر يعني كفر النعمة لخرافي هل سوكو لقل ميردا ونقصانه حقه ونحو ذلك وهروها كم ترخمم لما فكاني أو بياوة بسرموة
وهاو شيوي اوه بويا داواد لي اكم خلع هل ابجيرم بازياب مولي كفرمي حديقته يعني بستانه الذي اعطاها اياه مهرا او باخيك ثابت دايبو افرتك ناوي جميل بو وكماري بوي جراي وطو تطليقه يعني طلقة واحدة يقتلاق يقتلاقي بدأ وهو أول خلع وقع في الإسلام أما يكم خلع كلا إسلام ريابه يكم خلع كلا إسلام ريابه براشيرين كان من وفقكم الله لكل خير في شوامان رحمه الله فرمي والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها واتا او خيزانك خلع هل ابجيري ابيت خاوني نفسي خوي اترناو تريجني فلانك سا خوي خاوني خويتش تيجيشتن وتملك به يعني ابو خلع عفرتك أبيت خاوني وتملك به المرأة أبيت خاوني نفسها نفس خوي أي لا يبقى للزوج عليها سلطان واتا نامين يتوب أو ميرد بسر أو عفرت ودى صلاة هجد صلاتك يا بسريا لأن الخلع طلاق بائن لبر أوي دامال خلع طلاقك بائن بائن ديار أشكرا الرونة أما أول يبغي رجعتي هي رجعتي نية لطلاق الرجعة هي كفي أجين إن شاء الله باشان في شواما أفرمي ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد أفرمي ولا رجعة له بو أو بياوني الرجعة عليها بسر أو آفرتوا إلا مجر بنكاح جديد مجر بقري بستيكي هاو سريتي نوي نبي واتا بقري بستيكي هاو سريتي نوي او افرت اتواني ببيتو بجني او بياوة بلان افرت بوهم زحمة نجاتي ببي لو بياوة اوانا تاري كرد بي مالي شيريني جرفاني خوي بدا بو بياوة راضي ابي منكاحي كينو ابتتو لاي نا مقر رسبرو شاز بي اي تو علي اوي لم رجاري اما مستاياني آيني انزامي ادن اما جوريك لحيلو فيل اي كان بو اوي شيرازي خزانة كان تيقنة چه خوي خلع لبرجواندي آفرتا اسوا يان كردو خلع يان كردو تبرجواندي بيو ده حيلو فيل تيقشتي برا عزيزكي من اگر لو ما مصايانا ببرسي بو امكار اكي اللي لبر اوي شيرازي خزان تيقنة چه يعني ما بس اكي جوان من هيا بياوك افاري زين لويكا طلاق كاني امينيتا وو افرتكش غازي اكين بوي كتي خون تو لقل خيزانك خوتابي باشترا لوي خيزاني كتر دروز كيتو بيابي كتر ببينيتو منالي تر هبيتو سرجي كتر بناسيتو اتر بمجور اقسانه ام ديزا بدر خونه اكن تيقشتن براشيرين كاني من فرموي ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد فاشان أفرمي ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض خلع دا مالينو دا كندن دا مالينو دا كندني دا صلاة بياو بسر آفرتوا دروستا هم لطهرة وتعافرتك لفاكيابي وفي الحيض أجر لحيض شابي بآية لطلاقة دروستا دروزني لحيضابي إلا للسيابي لطهرة به أفرمي ولا يلحق المختلعة الطلاق أو آفرتي خلعتي كردوا طلاق بيوينا بسريتوا طلاق بيوينا بسريتوا شنك أما بابتي طلاق نية بابتي تيه بابتي خلعة بو إمام الصامان أفرمي لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع لبرأوي أو آفرتا بوا بكثيكي بيغانا لو بياوة لدواي خلعك كواتا نالين طلاق هشتا بسرا وتوابو آفرتوا نا ولا يلحق المختلعة الطلاق طلاق
نابيتا باشكو بستراوة بو آفرتيك خوي خلعكي كردوة باش عزيزة كاني من إستا بيشواما وما مصطاما بيشواما أبي شجاع وما مصطاما مصطفى الديب البغى باسي أويان كرد كآية أو آفرتي خلعك أبي حيض ببينيان باسي أنك رواية زور باشا أتشينا خدمتي سنن الكبرى في شوام النسائي بجمار 5661 ليحيى كري أبي كثيرة قال أفرمين أخبرني محمد بن عبد الرحمن محمد كري عبد الرحمن هوالي في داوم أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء ربيعي كتي معوذ كري عفراء أخبرته هوالي في داوة أن ثابت بن قيس بن شماس كثابت كري قيس كري شماس ضرب امرأته فكسر يدها أما زيادة زانيارية كآخر بويا لخزمة فرمودة يا بي توكسيكي مبارك إن شاء الله باشا هو كاركي تشيا أم أفرت داواي خلعك حر لخورة داوايك هو كار هيا أفرمي ثابتي كري قيسي كري شماس لخزانكي خوي داو دسيش كان كيبو وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي كجميلي كتي عبد الله كري أبيبو فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بولاي براكي وشكايتي خوي بر بولاي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناردي بشن ثابتا فقال له بي فرمو خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها خذ الذي لها عليك أو ببا أو ببا كبماري داوت بو آفرتا وخلي سبيلها وازي لبينه قال نعم فرمي بالله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها أفرمي حيضة ببينه بشورة واللاي كسكاري خوت كاتب شن حيض ببيني يك حيض ببيني يك حيض ببيني تيجيش تنبرا شيرينة كيمن كحيض بكي بيني وباق بواوا تواو آمادي أوي تيايا كشو بكا وهروها في شوامع أبي داود السجستاني لسنا نكيدا بجمار 2229 لابن عباس ورضي الله عنهما وأرضاهما أفرمين أن امرأة ثابت بن قيس خزانك ثابت كر قيس اختلعت منه داوي خلعي كرديه خلعي ليكرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه في غمر خوا صلى الله عليه وسلم عدي أو آفرتي كخلع أكال مردكي فرمي يك حيض ببينه وتواو بما إما تواني من باسي خلع بكين برا عزيز كاني من وفقكم الله لكل خير بيش وامان أبي شجاع أصفهاني رحمه الله لدواي أو أفرمي فصل فصلك ديك والطلاق ضرباني صريح وكناية أفرمي والطلاق ضرباني طلاق يعني جيابون ويجنوب يولي يكدي ضرباني دو جورة صريح ديار أشكراية وكناية شراوية صريح يعني راشكاوانة بياوكا بخيزانكي خوي ألي بونمنا كابرايك ناوي محمودة بخيزانكي خوي ألي طلاقم كوتبي تو خيزاني منيت بخيزانكي خوي ألي أما هيت نارونيكي تيايا نا أما صريحة بس كناية دلي برو ربو مالي باوكي خوت اي آفرتك وازاني في عواقي دلي نرم بوالا برو ربو مالي باوكي خوت سرداني كانك كافرتك اكيت ربو مالي باوكي خوي في عوانا تي بشوينيا تلفوني كي بوناكا سوالي كي نافرتي باشتان روجي آفرتا دلي قرى قري بيري مردكي اكاتوا هل يوبو ناي بشوين ما ألي مقربو من نموت وتو
جني مني أما كناية أما بيويستي بنيتي ضلا نيتي ضليج ما قرداري برقنا من شزان تود نيتك وشونة أو آفرته شزاني أو بياوة نيتك وشونة كوتي من كفية متويت برورو ومال باوشي خود ما بستم أو أبوه كتو جني مني تو طلاق مداويت أو كاترون بيته وكما بستفيد شيه كواتا طلاق ضرباني دو جورة صريح وكناية يعني ديارو أشكراية ياخذ ناديارو شاراوية أفرمي فالصريح صريح واتا راشكاو ديار أشكراوية ثلاثة ألفاظ بسي دربرين كدربردرا للاين بياووة ألين أم طلاقة صريحة أوانش الطلاق والفراق والصراح طلاق يعني جابونوا فراق يعني جابونوا صراح يعني جابونوا هلتي كان ماناكيان ليك ونزيك طلاق تراني أويك جنوبياوك طلاق يدو توو أي فراق ليك دي جابنوا صراحش وكبلي بر اللهك توو بر اللهك هذا كارم بسرت ونية ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية أفرمي طلاق صريح وراشكاو هجار نيو بيويستي بنيت نية شنك النية تكررون لسرزاري دري طران كخزانكي خوي طلاق دعوة أفرمي لورود هذه الألفاظ في الشرع لبرهاتني أمدر برينانة لشرع فاكو بيروز إسلاما وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق ودوبار بنوي لقرآن بمعنى طلاقاته إيمان ما نسيانا هل سيانك لقرآن هيا ضلي يا كم يعني قال تعالى خواي قبرا فرمي جل جلاله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آقا داربا خود وذا مسلمانان وإيمان داران يجبلي با آقا داربن أقر جنكان تان طلاق دا فطلقوهن طلاق يعني بدن لعدتهن بوج ماردن يعدك يعني واتلكاتيكا طلاق يعني بن كالطهر يكابن واتل حيضابوا طاق بوتوا ميردكيش نسوة لاي سرجي لقلبكا آلو حالة عما طلاقك السنية ألا طلاق با أما بوا فرمي خواي فروردقار جل جلاله لبر أوي دواي أوا أو حيضاني كبوي دياري كراو أي بيني أزادة بلام أقرهاتو لحيضة طلاقي دا طلاقك الراس بدعية بلام قرس كردني كارا لسر آفرتي دامه أما يكم دوم يكم يعني لسورة الطلاق آياتيك دوم يعني وقال تعالى وأصرحكن صراحا جميلا يعني واستان لي نبا وازي هنا نكي جوان دي ما بس هيك يا ما بس هي طلاقة أحزاب آياتي بستهشت سهم أو فارقوهن بمعروف ياخد لي عن جاب ابنه وبباشا استمع لي مكان لي جابونا وشرعية لي جاب رو طوال أميش طلاق آياتي دو كات أمثلة لفظة لقرآن هاتوا يعنى لقرآن هاتوا براشيرين كاني من وفقكم الله لكل خير باشا دعايا وأفرمي والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره أفرمي كناية واتنا ديارو نا أشكرا أويا كل لفظ همو دربرينيك احتمل الطلاق كطلاقي لخوي قرتبي وغيره وغير طلاقشي لخوي قرتبي كاسيك بجنا كي الله برورو ومالي باوكي خوت دوش اللي خوي قريان جنا كواتي يقاب جسر دانيكي مالي باوكي بكا كاشي خوي ما بس اوي كطلاقي با افرمي ويفتقر الى النية اعم جوريان كطلاقي كناية هجارو بيوستي با نية واتا هجار بو نية وبيوستي با نية هي تا اي ما بزانين ام بياوة ما بس لم دربغينة شلا أفرميك قوله وكو قصي كسيك
الحقي بأهلك برو ربولاك سكاري خود ما أنت بإمرأتي تجني مني أنت خلية تو خالد يعني تو من وازم لتو يناوى اذهبي ولا ترجعي إلى بيتي برو نقريتو بمالي من ولا تريني وجهك بعد الآن رخصار في شاني مني لدوايا ميتر وهكذا وبوشعوة فهي ألفاظ أما كومر دربرينيك تحتمل الطلاق وغيره طلاق غير طلاق جلخوي أقري أقر بياوك بأشكرا نيتكي درنخا كما بستي لم قسانة شيا نازان غير شيا فلا بد من نية الطلاق عند التلفظ بها حتى تصرف إليه بويتي ويستا لنية طلاق لكاتي دربرين بيان تا او لفظا بكار بهن دي بو اوي كم ميردكا كبياوكا ما بسي لي بوا كوتي برو ربو مالي باوكي خود بياوكا علي من ما بس طلاق نبوا وتو مبرو سرداني كي مالي باوكي خودكا لو اني افرسكا واتي اقايشت به كوتي برو ربو مالي باوكت تماشاكا بياوار شاوروانش نكبيتو هر نايتو الله وجنك بو ناقريتو بو مالا كي خود الله ايتو نوز برو ربو مالي باوكت كاتا توازل لمن هنا و كرالا فياوي چاق وكي من ما بس ما هو بو خيرا وررو او في سوانا كي فياوكش كبن منا باسم كر في وزنا كادو باري بكما و رونا للاتان الحمد لله افرمي فإن نوى بها طلاقا طلقت اگر او كسا نيتي في طلاق بو او طلاق او عفرتا طلاق دراوة وقد دل على ذلك أويشي بلغي للسرعوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أويك لعائشة ورضي الله عنها بمن روايات كراوة للاين بخاريانوة رحمه الله أن ابنة الجون كشكي جون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي هنرا برابو لاي بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودنا منها بيغمر جالين زيبوا وصلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أو آفرتوتي أعوذ بالله منك فنا أقرم بخوالته آفرتك بيغمر جان الله صلى الله عليه وسلم فنا أقرم بخوالته فقال في غمر جان فرمي صلى الله عليه وسلم لقد عزتي بعظيم براستي فناد قرت بفر وردقاريكي قورو مزن الحقي بأهلكي برو روب ولايك سكاري خود اما لما شيتي اقين يعني في غمر خوا صلى الله عليه وسلم طلاقي خيزانكي ده باشا طلاقي ده وقد دل أو بلغية على لسر أوي أنه أراد كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ما بس توستي بوقسي بقوله بفرمايشتكي أو أبو ذلك الطلاق بوابو كطلاق أو آفرة تبدأت وقد دل على أنه أراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الطلاق أفرمي آدمي كفرموي برورب ولايك سكاري خود في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ما بسي أوابك من وازمته هنا أنه قال يعني بلغو دلالة إما تشون بزانين كما بسي في طلاق بوا أنه قال لأبي أسيد بأبي أسيد فرمو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وصحابة برزة أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها أفرمي دودانا پوشاکی سپی دریجی جوانی لکتان چنراوی بکبرو و هر وها بی براو بولای کسوکاری خوی که آتر رو نکتی کرد که پیغمبر جان صلی اللہ علیه وسلم طلاقی دو لی جابوه و که افرمی رازقیتینی مسنی رازقیه و تدوانی رازقیه و هی ثوب أبيض طويل من كتان أفرمي فوشاكي سبي دريجة
لكتان دروس كراو أم فرمودي في شواما بخاري شريف رحمه الله رحمة واسعة رواية كردوة عزيزة كاني من ما مصامان فرميه وإن لم ينوي طلاقا لا تطلق أجر هاتو مبسي بودر برين طلاق نبو طلاق ناكبه دل على ذلك أوي بلغي لسر أوى ما رواه البخاري شن خوش آوى في قهل خزمة بخاري ومسلم وكتب السنة يابي أفرمي بخاري روايتي كردوة ومسلم ومسلم روايتي كردوة في حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه لفرما يشتكي دواكوتني كعب كر مالك كدواكوت عن غزوة تبوك لغزوة تبوك دواكوت خوشي خوش دواخست واتحر بما بزنتو نيوز بشي قال فرمي لما مضت 40 من الخمسين أفرميت شل روج لفندار روجك رويشت واستلبس الوحي وحيش نأها تخوارب وفي غمري خاص صلى الله عليه وسلم وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني أفرمي نردراوي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم أهاب ولم فقال فرمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرمان فيك يا كعب كدورك ورا ولا خزانة فقلت وتم أطلقها أم ماذا أفعل طلاقي بمياتي بكم طلاقي بمياتي بكم قال لا جاءوا لا إلى إيوانية قال لا بويزيادي كان فرمينا ما بس إيوانية كطلاقي بي ما بس إيوانية سرجي لقل ما كودور كورولي بل اعتزلها فلا تقربنها دور كورولي نزيكي نكوي سرجي لقل كي قال فرمي جاء لراشت يقني لا دقك إيوان قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك ناردي بولاي دوها ولكي دي كم بهمان شيوا شنك أو كسانيك ببيبيانو دواكوتون وخوشيان دانيان نابويك دواكوتون ببيبيانو شن كذبون سي فرمي آواي بمنود ناردي بولاي دوها ولكي تريشن بهمان شيوا فقلت لإمرأتي من جوتم بخزانكي خم الحقي بأهليك بتشرب ولا يكسو كارك يخود إس أم دربرينا هل أو دربرين من أبوك في غمرجان فرمي صلى الله عليه وسلم بلا ما بس في غمرجان صلى الله عليه وسلم طلاق بو أما ما بس في أمتيا وطلاق نية أفرمي استلبس الوحي يعني تأخر نزوله وحيد واكوت دان أبزي وحيب وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوشي كعب أميكر فرمي الحقي بأهليك شرب ولا كسكاري خود أفرمي فعل ذلك خشية أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أو كاريب أو كرد لترسي أوي كنوك سرتيتي فرماني في غمري خوابك صلى الله عليه وسلم ويعاشرها إذا بقيت عنده سرجي لقلبك أجر أم آفرت للايبي شنك أجر فياو آفرتي للابو بياويش آرزو جولا نزيك هلويك سرجي لقل خزانك يابك دي في غمر جان صلى الله عليه وسلم فرموي چي فرموي دورك ورولي سرجي لقل مكي فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه كاتك توبكي أو توب راس تقيني كعب دابزي بنصي قرآن خزانك إقرائي وبولاي كواتم بسي بدر برينك طلاق نبو أجنا ناقرائي وبولاي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها في غمر جان صلى الله عليه وسلم فرماني في نكر بجيابون ولي أها لفظ فراق بو يفرمي طلاق سيجولة يا طلاق يا فراق يا صراحة أفرمي أو بتجديد عقده عليها وفرماني شي في نكر كقري بستيها وسريكي لقل أو آفرتي أن يبكاتها فدل على أن أو بلقي لسر أويك إلحقي بأهليك كعب فرمي إلحقي بأهليك بشورب ولايك سكاري خود ليس من ألفاظ الطلاق الصريح لدربريني طلاقي راشكو نية ديارو أشكرا وأنه إذا لم ينوي به الطلاق لم يقع وبلغيش لسر أويك أو فيا وأقر ما بستي في طلاقنا لطلاق ناكوي رون براشيرين كاني من
الحمد لله جا پیش او بی مسر بشی کی دی کلا فرمایشت کی پیش وامان ابي شجاعي اصفهاني او اندي ام لخدمتي ام يابوين كرن كرنا وي طلاق مان باز كرت كدودانه جوره صريح كنايه بلام آية في ناسي طلاقي بوكر دين نا دو يبا ايما بچين خزمتي پرتوكي زانايان وما مستاكاني خومن اگر بچين خزمتي پرتوكي الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية او پرتوكا بنرخة لجزء دو لا فرد صوص يحوت افرمي هو مشتق من الاطلاق طلاق مشتق لإطلاق اطلاق يعني رها كردن وهو الإرسال والترك كبريتية للرها كردن وازهنان إرسال يعني الرها كردن أي ترك يعني وازهنان ومنه هر لوية كأوتري طلقت البلاد أي تركتها ولا تكم طلاقة يعني وازم لهنا تيجيش تندراشينين كاني من أم كتابك الروضة الندية ولقل الشداء التعليقات الرضية على الروضة الندية خوي دانري بن الرتكي كمتني درر البهية هي في شوامان شوكانية الروضة الندية هي أبو طيب محمد صديق خان كري حسني كري علي كري لطف الله حسيني بخاري قنوجية يأخذ قنوجي كالصالي هزارو سيصو حوتا كوتي كردوا وتعليقاتكيش هي في شوامان إمام أهل السنة شيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كواتا أما كتابك ناسان دنيا تبوء ويلا لا يفقه في رخواز زانست الشرعي ديار بي أزيزكاني من باهمو كسيب زاني أجر هاتو آفرت داوي طلاقي كرد بفيا وكيو طلاقم به كاريك خراب قبيل السرة داوا كردني الطلاق كاريك خرابه في شوامان ابن مازي قزويني لسنا نكيدا بجمار دو هزارو پنجاو پنج لأبي قلابة و اوش لأبي اسماء و لثوبان و بومان روايتك قال كفرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة تنا أقرم بخوا لو عقوبة سختة أفرمي هر آفرتك داوا لميردكي بكا كطلاقي بدا ببي هيج بيانويكي ديارو أشكرا هيج نارحتي أنا بو داوا طلاقي ديبكا أوا بوني بهشتي لسر حرامة كأما عقوبيكي سختة بو أو آفرتاني كداوا أكن في عوكان يعني طلاقيان بدا عزيزة كاني من طلاق أقر بقالتيش پیاو داری ببری طلاقی اکوی هر بگالتا بسعبت وکو خو معنالین بسعبت اگنا خو صحبتا یعنی قصا کردن لکاتی قصا کردن ها طلاقی جنقی با طلاقی اکوی گالتا کردن لطلاق آنیا گالتا کردن لنکاح آنیا گالتا کردن لرضعت آنیا هر سیکیان گالتا کردن یان هر راستیه راستیان راستیه پیشوامان ابی داودی سجستانی لسنن كيدا بجمال دو هزار صد نودو چوار لأبي هريرة ورضي الله عنه وأرضاه بما نجرت وكفي غمر الشيرين من صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة سيشد جديتيا جديتا قالت كردن تياها جديتا واتشتك قالت تياها ناخوار راسية كسيك هربو قالتا بلا وامن كتاكي خوم لتو معركت اوش بلا راضي بو كتاكي تو لخوم معركم طوو دروز بو ابي لي معركة طوو بو بجني كسيك بخيزانكي خوي بلا وا طلاقم داي طلاقي دا طوو هربا قالتا بيلا كسيك هربا قالتا خزانكي طلاقي كداوة بو قصي خوشو اوانا بلي اوامن توم رجعت كر بولاي خوم توم جرايو بولاي خوم دروزو كوات او سيشتا ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أي قال أمسي أنا براستي بوتري أو هر طوال طوال راستي طلاق كدان الأول شريعة باكو بيروزي إسلاما تارسري كقرثة لجياني مروف ده بلام تارسره راس الشيرازي خيزاني كي بيها الأوشي بلام لواني هالوشان نوي أو خيزان خيري تيابي لوي كاربي يكوبن تيغيشي برا شيرين كيمن بو نمونه تو خيزانه قالي با هالوشان نوي تيانه بي بلام افرتك خوي سوتيني خوي كجي خوي هلواسي خوي خنكيني خوي خاتة بحر خوي خاتة بر قطار خوي خاتة بر سيارة كانيان باشترا طلاقك باشترا يان خوكشتناك طلاقك باشترا عزيزة كاني من فروردقاري مزن من جل جلاله لقرآن أفرمي الطلاق مرتان طلاق دو جورة طلاق دو دانية طلاق دو دانية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا أوسى بباشا دسي في وبقري يا أوسى بباشا دسي ليريتوا ولا يحل لكم حلال نيبوتان أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كهيتشتك لو آفرتانا ببن كفيتان داون إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله مقر ترسي عن هذه حدود كاني فروردقاري مزن لبرشاو نقرن نيفارزن فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بي أقر هاتو ترسي أوتان هبو كأو جنوبياوة سنوركاني فروردقاري مزن نتارزن أواهيج جناح يقنية لسر أو جنوبياوة كأو آفرتا بوي كمالي خوي ببخشي بو بياوة ليقديجيا ببنوة تلك حدود الله فلا تعتدوها أو حدود إخوايا سنور إخوايا نيبزين ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون هركس سنوركاني فروردقاري مزن ببزني أو كسستم كارة رون براشيرين كيمن عزيزة كاني من طلاق صريح بقال تجبيت هر دكوي طلاق صريح بقال تجبيت هر دكوي وطلاق أبغض الحلال يعني قيزة وانتريني حلالة خراب تريني حلالة كان في شواما أبي داود السجستاني لسننك إلى بجمال 2178 لابن عمر وبمن رواية أكا لفي غمر خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرميتي أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق رقلي بوترين حلال للاي فروردقاري مزن من طلاق شيخ الباني أفرمي أم حديثة ضعيفة بودر برينة خوش بستكاني من هر در برينة طلاق بقيني بابا آشكرا جنبيتو نيتي طلاق بيدا كويت في شوامان بخاري شريف لصحيح كيدا بجمارة 5254 أفرمي حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية بمشي ويا الرواية أكا أوزاعي أفرمي فرسيارم للزهري كد أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه كام لخيزان كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فناي قرت وبخوالة في غمر صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون فرمي عروة هوالي تداوم لديك عائشة رضي الله عنها كاكتكي جون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها كاتب راب ولا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في غمر جاني صلى الله عليه وسلم لين زيك بووة قالت أعوذ بالله منك فنا أقرب بخوالته فقال لها في غمر جان في فرم صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك أو ما نذكر فرمي فنات قرتوا بمزنك كالله جل جلاله بشروب ولاي كسكاري خد وفي شواي شيرين نجيب بخاري جان رحمه الله لصحيح كيدا بجمارة 5255 لأبي أسيد رضي الله عنه قال فرمي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط فرمينا في لقل في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم درشين بولاي ديواري بيانوت شوط ناوكي شوط بو
حتى انتهينا إلى حائطين تال بين دودي وراء كتائي من با روشنا كمان هنا فجلسنا بينهما لنيواني هردو كانا دانشتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ايو آل را دانشنو تاورمكن ودخل وقد اوتي بالجونية افرمي الرويش تمالكو جونية بهن دا واتبو في غمالي خواه صلى الله عليه وسلم فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراح بن شراحيل أفرمي أنزلت في بيت يعني أفرتك برابو مالك لمالك لباخك دار خرمايا في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل لمال أميمي كتشي نعمان كري شراحيل ومعها دايتها أفرمي لقلي دابو دايتها حاضنة لها داين ما مانكي فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي تشوب ولا يفرمي هبي نفسك لي يعني خوتم بيشكشكا خوتم بيشكشكا يعني هوكو خزاني كخم با ما ملض لقلبكم قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق اشتواء قنجي باشايك خوي تسليمي كابرايكي عوام كابرايكي ود او خلقات كا باشايك خوي تسليمي كسيكي وكتوبك اها افرتك شبا في غمر الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فرمي بجسي اماجي بوكر بوويك افرتك اعلام بيتوا دربغيني ام خسلة ريعي في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي واتخوتم بو امادك وكو خزاني كخون هذا جلالة اشتواء بيه كسي خوي ببخشي لكاتيكا طاشا بيه بكسيكي وكتو بيغمر جان صلى الله عليه وسلم مدسي مباركي آماجي بوكا يعني آرام با آرام با ترم با موشي ونابي فقالت أعوذ بالله منك فنا أقرم بخوالته فقال قد عوزتي بمعاذ ثم خرج علينا فقال بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم هاتو بولا ما نفرمي يا أبا أسيد أي أبا أسيد اكسوها رازقيتين والحقها باهلها دو فوشاكي سبي لكتان دريجو جوانو ريكو بيكي لبربكو بيبرو ولا كسوكاركي خوي تيجيشتن عزيزة كاني من كواتا اما باسكي ابو ورديه وكل فرتو كاني سنت دا بو ايما الروايات كراوة رحمتي فروردقار لعلماء اسلام به داوال اخوا كم باسمي اعظمي بنا وجوان الصفة برزكاني لقناهي منو ايو ودايكو باوكو ما مصفاكان من خوش به خوايا باسم عظم الدواد ليكم بما انخيت برشفاعتي في غمر جيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء